تقدر تدحلبي عليا وعلى ابويا ورش عينك فيها للنهار. في ايه مالك؟ ده انت جوزك لسه ما ربعانش وعدته لسه ما كملتش، ولو اخر ست في الدنيا مش هبص لك. على فكره انت فاهم الموضوع غلط. ليه كده بس يا استاذ شوقي؟ ده انا كلمت حضرتك مخصوص عشان نلم الموضوع ده لوحدنا ومن غير ما يوصل حاجه للبيت. في ايه بس؟ اهدي، ما ابويا لسه مكرم خالتك المعامله دي. لا ما انا ما يهمنيش العيله، انا كل اللي يهمني منار. انا بكره الخطه دي هتكون عند حضرتك. على فكره انا فاهم قصدك، بس انا اول دفعتي 4 سنين وما بحبش الوسايط، فريحي نفسك. مشكلتك ايه يا امجد؟ انك ما قدرتش تفهم خلود. انا مش عارف انت مشارك واحد زي عزيز ده ليه؟ ما كان زماننا شغالين في ملكنا لوحدنا. يا امجد فيه، انا مش قصدي مالك اديت كده ليه؟ بقول لك ايه؟ ان شاء الله سينما. نجمنا وضيفنا زي ما شفنا كده النهارده اداؤه ملفت وبيعلم في قلوب واذهان المشاهدين زي ما بيقولوا. اشتغل مذيع في بدايته ولكن عينه كانت على التمثيل من الصغر. بدا في مسلسل نصيبي واسمتي وبعدها حكايتي مع الزمان، وتوالت بقى الاعمال والنجاحات وفضل مراهن على التمثيل لغايه ما اكد نجاحه اكتر من مره في اكتر من عمل. مؤخرا تالق في مسلسل العوده بدور عمل رد افعال كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشخصيه طلعت ترند عن حكايته في الفن والدراما وبداياته وامنياته. هنتكلم، مش هطول عليكم. معانا طبعا في الاستوديو الفنان الشاب الجميل احمد والي. منورنا يا احمد. منورين انتوا كلكم. يا اهلا احمد، منورنا، مبسوطين انت معانا النهارده. وعايزه ابدا معاك من العوده، جمال ابو المجد. عملت يعني طلعت ترند كتير جدا وعملت كده ايه زي ضجه فجأة، ابتدينا نبص نشوف في ممثل واعد شاطر متمكن جدا من أدواته. في رأيك أنت بقى لما بتتفرج على نفسك في المسلسل، إيه اللي نجح الشخصية؟ أول حاجة أنا مبسوط قوي إن أنا معاكم بجد، وإحنا كمان نورنا يا بنوركم والله. أكتر حاجة نجحت الدور أعتقد إن هو ممكن يكون صادق حقيقي، شبه الناس، شبه الحزام الصعيد اللي هو الشاب الصعيدي البسيط اللي عنده مشاعر في بيته مع اخته، عنده مشاعر مع مراته، عنده مشاعر في شغله، عنده صرامه، عنده صدق، عنده حقيقه، عنده حق باطل. طب ذاكرته ازاي؟ يعني انت بص قلت كام حاجه عن الشاب الصعيدي، يعني وكانك انت عايش جوه قلب الصعيد. يعني بس خلي بالك برضو في شوية عوامل بتساعد. في مخرج مهم جدا اسمه دكتور أحمد حسن، بيعرف يوجه كويس قوي 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 طبعا الحقيقة خطير. في مصحح لهجة اسمه عم عبد النبي الهواري، طبعا ده مشهور، راجل عظيم جدا. في راجل بيوجه الممثلين اسمه أستاذ أمير اليماني، هو زوج أستاذة حنان مطاوع. أيوة. راجل يعني التلاتة بيشتغلوا معاك بطريقة تيم كامل بيساعدك. قاعد تحت تلسكوب بتحس ان انت بتعمل ماستر سين. هو انا ما عنديش غير الماستر سين ده النهاردة، لسه عندي كتير يا جماعة اصبروا. لا بس بيبقى فيه بريشر كده من التركيز. أيوة. محطوط، بس في البداية انت بتحط له شوية حقائق عشان تبقى شبه الناس. يعني ما ينفعش اعمل كاركتر شاب صعيدي نائب محافظ وبيشتغل وعنده ذمة وعنده ضمير غير لما فعلا فعلا يكون عنده هيستوري على الأقل، حتى لو بالنسبة لنا أعرف أشتغل أنا بيه. شوية ستابس تديني هولوجرامك كده الكاركتر ده عامل إزاي. يعني أنا هرجع معك شوية يعني. أحمد يمكن إحنا دخلنا على الفن ومشوارك الفني، وكل حاجة في الدنيا ليها تمن، اختياراتنا ليها تمن وقراراتنا ليها تمن، بس انت ضحيت بحاجه اعتقد انها كانت مهمه في حياتك عشان خاطر الفن. انت سبت البنت اللي انت بتحبها. يعني تضحيه كبيره وانا مش قادره استوعبها. لا يعني بصي، هي بتبقى فكره اختيار بسيط، يعني كل واحد ليه حق الاختيار. لا كانت الظروف مش 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 مظبوطه يعني، لكن كل واحد ليه حق اختيار، انا او هي او غيري، او يعني اختي مثلا لو هتتجوز ليها حق اختيار، ما عندهاش مشكله. لكن لو انا مش موافق على الشخص التاني مش هتبقى هي تمام خلاص، يعني الموضوع بيبقى بسيط خالص. فاعتقد ان هي ظروف بتخلي الواحد ان هو ما ينفعش يكمل الحاجه دي، بس بتبقى نصيب في الاول. بس بصرف النظر عن العمل او العمل الفني يعني او العمل في الفن. لا خالص، بتبقى ظروف حياتيه انت مش يعني ممكن تبقى مش جاهز ليها، انت صغير ولسه ما ابتديتش ولسه بيبقى عندك مشوار وحلم طويل قوي وحاجات كتير قوي، فانت
عندك تراك كمل فيه ووصل فيه وربنا يكرم يعني. بس احنا عارفين عنك معلومات كتير، لكن جمهور الستات المعلومات شرفنا النهارده وعايزين نقول لهم انه يعني انت ابتديت كمذيع ودخلت مسابقه مذيع العرب ووصلت التصفيات تقريبا يعني كده، يعني صوتك مميزك قوي، وده اللي خلاك خدت خطوات في التمثيل. كنت بتحب التمثيل من وانت صغير؟ انا يعني مدرسه يعني مدرستي كنت بعمل عروض مسرحيه في المدرسه وبتاع وحاجات. انت مش من الصعيد ولا حاجه؟ منين؟ لا 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 انا قهراوي من القاهره. بس بص موهبتك والله بتفكرني طبعا بالعظيم محمود ياسين. وانت شبه عمرو شويه كمان، عمرو بدات معاه في نصيبه. استاذ عمرو حبيبي واستاذ محمود ياسين ده يعني صوتك، وان شاء الله يأهلك ان شاء الله تكون يا رب بالمستوى ده. عمل اهم افلام في السينما المصريه طبعا، طبعا فضل يعني طبعا. ما شاء الله جنب حاجه و30 سنه ولا اكتر كمان، متربع بقاله سنين يعني. بالظبط ان شاء الله يكون كده يعني. كلمنا بقى انت مين اللي وجهك للتمثيل بعد ما كنت داخل مسابقه مذيع العرب؟ انا من المسابقه سريعا، ان هو موضوع كبير جدا، بس من المسابقه قابلت شخص كان اكتنج كوتش هناك في البرنامج. الراجل ده قال لي ينفع ان انت عندك مقومات ان ينفع تكون ممثل كويس. انا عايز ابقى مذيع تلفزيون، انا راجل كليه اعلام وعايز ارجع بلدي اشتغل. كل حلمك تبقى مذيع؟ يعني راجل طالب كليه اعلام وعايز اشتغل واكبر ابقى مذيع تلفزيون زي اللي بشوفهم في التلفزيون وزي حضراتكم يعني. الموضوع كان حلم وانا صغير كبير جدا. فالراجل قال لي لا ارجع تبقى ممثل. نشكره على النصيحه دي، اهدانا ممثل طبعاً. جميل يعني ربنا يخليك. فالراجل ده اسمه أنتوان كاسابيان، ده مدرب تمثيل لبناني لأهم نجوم في الوطن العربي يعني دلوقتي. فمرة مع مرة مع ووركشوب اللي كنت هناك قال لي لا ارجع مصر حاول تعدي التراك ده مرة وجرب. يعني خدت الورشة هناك؟ خدت ده صدفة، وكانت ورشة برقم كبير جدا انا ما دفعتش فيه ولا جنيه يعني. هو الراجل قالك تعال عايز اتفرج اشوف الراجل ده بيعمل ايه. انا كنت بعمل شويه دوشه بس في الباك ستيجز، بقعد اعمل شويه حاجات وسكتشات انا وزمايلي وانا فما كنتش متوقع ان هو الراجل شايف حاجه انا مش شايفها. لما رجعت ابتديت اخد ورك شوبس كتيره بقى لمده من 2014 مثلا لغايه 2019 او 2020. باخد بقى ورش تمثيل بكل انواع المدارس بقى، من كل يعني ستيل ادلر، مايزنر، اوتا هاجر، خدت كل السكولز اللي ممكن تساعدني، لدرجه ان كنت باخد لانجوجز كتيره يعني. رحت خدت اسباني وخدت وانا انجلش مدرسه فرنش وقعدت مش عارفه ليه مديني انطباع يا احمد ان انت طول الوقت بتدور على مفاتيح قوتك الحقيقيه. ايوه واكيد ادركت مع المشوار برضو فين، اكيد ما فيش حد فينا ما عندوش نقط ضعف بس مخبيها بتشتغل عليها طول الوقت. فانت شايف ان ايه نقطه قوتك، ولو تحب تقول نقطه ضعفك. انا ما بشوفش ان ده حاجه. نقطه قوتي المذاكره بس. بتذاكر يعني؟ بتحب تذاكر كتير؟ بذاكر جدا، ما يعني ما بزهقش من المذاكره وما بزهقش من فرجه على زمايلي يعني. نولج كمان، بتفرج على ناس كتير، بتعرف على حاجات كتير وثقافات كتير ولغات وبتفرج على كل الماتيريال اللي قدامي ايا كان مين المسلسل يعني. بتفرج باخد بريف سريع جدا اشوف مين بيعمل ايه. بتتفرج هنا اكتر ولا بتتفرج على الشغل الخواجه؟ هنا والخواجه الاثنين. طيب انت شكلك يعني ما شاء الله، مش عايزه حد يقول بعاكس ولا حاجه، شكلك مصري حلو يعني. شكلك مصري حلو، اكيد هيبقى فيه ادوار كتير ان شاء الله هتجيلك. وانت بعد مسلسل العوده زي ما قلت لك عملت ضجه كده على السوشيال ميديا، هل انت شايف بقى من موقعك هذا في هذا الوقت ان انت هتبتدي بقى تفكر هتشتغل ايه، ولا انت حابب ان انت تجرب وتاكسبيرمنت وتشوف وتعمل حاجات مختلفه؟ لان انت بتقول عملت ورش، دخلت ورش كتير. ورش التمثيل يعني على حد معلوماتي يعني انا بعشق السينما. بتتعلم بقى حاجات كتير، في كونتمبرري وفي رقص وفي تعبير وفي مليون حاجه. حابب تعمل ايه؟ تبقى سيلكتيف او بتنقي الادوار، ولا انت عايز تلعب كده؟ هقول لك حاجه اخيره، مش عايزه ابقى رغايه. أيوة. هقول لك انا بسالك ده ليه، لاني كان في ممثله ناتالي بورتمان اللي عملت بلاك سوان كانت بتقول، وانا ذكرت ده برضو مره قبل كده، قالت ان هي ما بتسمعش الاراء ولا بتقرا اراء النقاد حتى، هي واخده الفن ده كرحله عايزه تجرب وبتلعب عشان كده بتنجح. عارف فاهم، بس بيبقى على قد ما انت بتتبسط وبتلعب، بس على قد ما انت برضو لازم تكون مركز فكره. لا انت لا مع التركيز، انا قصدي يعني مع التركيز، ان في تكنيك بتلعب بيه كمان مدروس، مش وبتحاول ان انت ما تبقاش بتلعب يعني
في الاصلي عملت كاركتر، في العوده عملت كاركتر، في الا انا عملت كاركتر، في كل مسلسل بحاول على قد واعمل ايه مع نجمه صابرين الجميله واستاذ خالد الصاوي. اه خالد الصاوي يعني مفيش. ليه كنت بتخاف تنزل من البيت في الا انا؟ نعم. مين؟ ليه كنت بتخاف تنزل من البيت وتواجه الشارع في الا انا؟ كان اول عمل كبير يعني. مش كنت خايف، كنت خايف من رد الفعل، كنت خايف من الفيدباك بتاع الشارع. كنت متوقع ايه؟ طب ولقيت ايه؟ هقول لك حاجه، كنت بعمل مسلسل 10 حلقات، انا راجل كنت بعمل مشهد 2 3 4. انت هتجاوب على سؤالي بعد ايه؟ أيوة أيوة أيوة. بس انا هربت منه عشان سؤال صعب جدا ده برضه، بس افكر فيه. يفكر بس. يعني انا هقعد اجاوب السؤال ده وهتلاقيني بفكر فيه. وانا هعمل الاثنين ان شاء الله. فيعني كان عندي 10 حلقات الا انا، دول بدايه اول حاجه، اول مره اخد يلا انت معاك 10 حلقات بطوله محترمه اشتغل بقى. دور حلو قوي. وكان كنت بعمل بقى الراجل الخاين وبتاع، قلت يعني بدايتها تبقى كده، ابتدي بدايتها تبقى ناس خايف على المعجبات ولا يعني قلت ما كانش فيه بقى لسه معجبات، يعني لو انت لسه بتحاول تعمل ما هيشوفوا كده، كان لسه بدري. فبتبص بقى دلوقتي على الورق، فقلت ماشي انا هقفل على نفسي الباب وهذاكر، وهي ستيب مهمه جدا. أيوة. وهيترتب عليها حاجات كتير بعد كده. فاشتغلت وقعدت شهر مثلا او شهر وبذاكر في كاركتر بحاول اعمله قريب، ومش عايز فزلكه، ومش عايز الناس تقول لك احلى حاجه بقى قلتها، مش عايز تفزلك، مش عايز تفزلك، انا ما سلاسه كده، انا ما بعرفش اتفزلك، انا ما بعرفش يعني احلى حاجه، وبرده السهل الممتنع حتى الجمله صعب. يعني حتى الجمله لو وداني ما سمعتهاش ما فيش حد في المشاهدين هيسمعها، لو وداني انا ما سمعتش الجمله اللي انا بقراها دلوقتي وانا بقولها ما حسيتش، وداني ما حسيتش التيمبو بتاعها، مش هقولها اصلا، مش هقولها تماما، مش عندا، مش هقولها لان انا مش مصدقها، يعني مش حاسسها مع الكاركتر، مش حاسسها معايا دلوقتي، وبكل بساطه هاكستشينج الفكره في ثانيه، هغير الستيتمنت دي. فكنت خايف من لقيت المسلسل بيتعرض واحنا لسه بنصور وحلقه اولى الفيدباك على طول رد الفعل، انا عمال بشوف ترندز، انا ترند ايه، انا بحاول لسه بقول بسم الله كويس تك تك تك، ما هو كويس الله. بس في خضه لممثل رهبه، ما هو في رهبه اللي بيحصل ده اكيد. في رد الفعل اللي حصل كان في بعض التعليقات اللي هي لفتت انتباهك او اثرت فيك سواء بالسلب او بالايجاب؟ ما ببصش للسلب خالص، ما تبصش خالص 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 خالص، ولا يفرق لي اللي بيتقال. طب ما يمكن يكون فيها وجاهه او وجهه نظر، لا بسمع مش للي حواليا، بسمع للاساتذه المهمين. في اساتذه مهمين ما بس الجمهور كمان مهم، يعني ما بيجاملوش، مهم جدا بس بس في ناس، انا فاهمه قصدك، في ناس بتخش تغلس وخلاص، في الجمهور يعني ما يعرفش احمد، ما تعرفنيش كشخص. أيوة ما تعرفش ايه اللي ممكن يضايقني. طب أيوة انت بتضايقني ليه؟ طب انا ما ضايقتكش ولا قدمت لك كونتنت يضايقك. قبل ما نخرج من النقطه، مين الاساتذه المهمين اللي اشادوا بادائك وكان مؤثرين، يعني رايهم كان مهم واثر فيك؟ اهم واحد في اول حدوته هو استاذ احمد خليل الله يرحمه، كان اهم واحد. حبيبي الله يرحمه. اهم طبعا. واستاذه ميرفت حبيبتي. دول اهم جميل. دول اول اتنين انا اشتغلت معاهم، من الناس اللي قالت لي في، يعني استاذ احمد من الناس الله يرحمه، طبعا ده رايهم مهم جدا وساندك في البدايات جدا وخبره سنين الاثنين، فهم مش هيكذبوا عليك يعني. وانت في وسط المسلسل انا كويس طب مش عايز تقول لي لا، طب يا استاذ احمد قول لي. طب خلصنا المسلسل، مين من الاساتذه اللي كان ناقده ليك يمكن يكون لادع شويه بس اثر فيك وغير كتير جواك؟ ناخده ممكن يكون لادع، بس انا ما قابلتش حد بصراحه قال لي ممكن يكون في حاجه تضايقني خالص. طب حلو، انت يعني ايه الناس عايزاني السؤال اللي فات، عايز السؤال اللي فات وعايز اعرف بقى حاجه. انت انا شايف، انا ما اعرف، انا اول مره اقابلك، شفتك طبعا في المسلسل، بس حاسه ان انت يعني حابب الموضوع، ان انت زي ما قلت لك في الاول تاكسبيرمنت او تجرب وتشوف كده، ده السؤال. تاني حاجه بقى عايز اعرف، انت مثلا لما بتيجي تبص مثلا في الفن العالمي او في الفن المصري، انت بتحب مدرسه مين مثلا؟ يعني مثلا ممكن اقول لك عالمي مثلا، في عندك روبرت دينيرو، عندك مثلا دانيال دي لويس، عندك هنا محمود عبد العزيز طبعا الزعيم، فنان العبقري احمد زكي، عايزه اعرف بقى ده وده. السؤال الاولاني نور الشريف طبعا، كمان تكنيك طبعاً في الاداء طبعا، ده سهل الممتنع بجد، ده ما ابسط البساطه، يعني مش محتاج اي مجهود بيعمله. زي توم هانكس بالظبط، زي توم هانكس بالظبط. ابسط السؤال الاولاني، أيوة. انا بلعب وعايز اكتشف وكده ولا عايز اسلكت؟ صح صح. اعتقد ان انا كنت بعمل ده خلاص، بحاول ان انا اسلكت، الاختيار دلوقتي بحاول اسلكت ان شاء الله،
وهو في الاول وفي الاخر نصيب يعني، مهما هتسلكتي هو اللي مكتوب صح. جاي صح، بس عليا ان انا احاول ان امشي مع القدريات صح، ان انا ابقى جاهز مركز وفايق واختار بالعقل وما اروحش ورا فكره الانكم حتى صح. لو الماده تريبل اوف تريبل فلوس انا بس دي بس عايز اقول لك انت ده شغلك، مع احترامي لازم يكون العمل محترم والورق الورق يكون محترم اول قبل الفلوس في اي حاجه في الحياه. ايه اللي ممكن ترفضه؟ ورق ما يبقاش كويس بس طبعا، لكن ما عندكش ورق ضد ورق ضد حاجه ليها علاقه بالتربيه اللي انا اتربيتها او تربيتي كمصري. طب ولو كان ليها علاقه بثوابت عندك انت او معتقدات او افكار خاصه بيك مش هتعملها؟ مش هعملها لو ولا لو هتبقى عندك شيء من المرونه خالص. لا لا طيب بعد اللي انت قلت لي عليه ده وبتذاكر وورش وهنا وبره وتابع وبتسمع نقد الاساتذه وكده، انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه من التمثيل؟ هقول لك. لا 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 خالص والله عايز ايه؟ هقول لك. نفسك في ايه يعني؟ بتحلم بايه؟ هقول لك عايز ايه بالظبط. ماشي. على فكره عايز ايه شبه عندي برضو انهي مدرسه وكده. ممكن ماشي نلمهم مع طيب. بعض اقول المدرسه وارجع لعايز ايه اكون انا فكرت. على فكره انا اذكر ان انا هرد بسرعه فهتلاقيني بفكر كتير يعني. انت نرجسي شويه يا احمد خالص. انت برج ايه يا احمد؟ انا برج الثور. لا عايز لا مش متهور في الرد يعني مش بستعجل جاي معاه بالقوام طبعا يعني. لا بس هو ده مهم للفنان فكره تقديرك لذاتك وتقديرك لشخصك وانك مقيم نفسك. بخاف من تسرع اللسان بس ده رقم واحد اتعلمته مع الوقت. كنت ممكن السؤال يتسال اقول اي حاجه ممكن تتقال. طب انت عايز ايه بقى؟ ماشي هقول لك هفكر. لا انت جاي تفكر هنا. لا بس يعني اصل عايز ايه؟ انت اتفاجئت باللقاء يعني ولا سؤال؟ سؤال صعب على فكره والله. اصل فكره يعني انا واحده من الناس كانسانه عاديه جدا اعيش على سطح هذا الكوكب رايحه جايه طالعه نازله، على بالي دايما الحلم وعلى بالي وعيني على الحاجه اللي انا نفسي فيها، فانه السؤال ده اكيد على بال اي حد. اسالها انت بقى نفسك في ايه؟ اسالها. طب بقول لك انا هديك فرصه، هديك فرصه مش هتلاقيها في اي حته تانية. ماشي اللي انا هقول عايز مشهد ونرجع تكون فكرت. ماشي على التفكير. فكره حلوه طبعا. جاي بس لسه عند مركز الصيانه بصلح عربيتي والله بقى لي كتير قوي. اقفل بس كده. ايه ده؟ هو ايه ده اللي ايه ده؟ في ايه؟ بقى لي 3 ساعات هنا عشان عايز اصلح عربيتي. فانت المفروض لما تيجي هجري عليك يعني ولا ايه؟ لا بس في ايه بس اهدي؟ ما هو لسه مكرم خالتك المعامله دي. اولا الغرفه التجاريه اللي مكرمها مش باباك، وبعدين دي مكرمه بمجهودها. هو في ايه؟ بعد اذن الغرفه التجاريه ممكن افحص العربيه دي عشان ورايا مواعيد مهمه قوي لازم الحقها دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ مش العربيه دي ليها دور؟ ليها دور. لما يجي دورها بصلحها لك، تمام؟ يا منار يا باشمهندسه منار. ورجعنا تاني مع نجمنا والفنان احمد والي المتالق، وده الاصلي مع ريهام عبد الغفور يعني عمل مهم جدا مع فنانه مهمه يعني كان بالنسبه لك محاطه مهمه اكيد جدا جدا جدا. وكان ريهام استاذه ريهام احكي لنا عن كواليسها يعني كواليس العمل، وده كان كلنا شفناه وحبيناه. المسلسل ده من يعني من اكتر المسلسلات اللي يوم الفركش بتاعها الناس كلها كانت زعلانه ومحدش كان بيسلم على بعض يعني مش عايزين نمشي. كان بيت يعني قعدنا 3 شهور او 4 شهور كمان بنشتغل وريهام صورتك حوالينا احنا ريهام خطيره جميلة. خطيره خدت عيله عملت عيله عملت الاصلي كفاميلي هي ما فيش حد ما بيحبهاش يعني الناس في ناس كده ربنا يصبر قلبها يا رب يا رب طب احمد يعني رجعت العايز ايه انا جاهز أيوة فكرت في اللي انا قلته فكرت ايه بقى عايز اكون من المهمين الشطار الصادقين بس اللي في الشغلانه دي بس ده اللي اقدر اقوله يعني مش نمره واحد مثلا اقول لك حاجه حلم سر جدا ما بقولوش ما بتقولوش حلمي سر جدا عمري يعني بيني وبين نفسي طول عمري حلوه حلمي سر ازاي ما بيطلعش. بتخاف الاحلام تتنذر؟ لا مش بتتنذر ممكن الاكسبكتيشنز بتاعتها تبقى عاليه قوي فما تعرفيش تعمليها فتتضايقي فتتكسري فهي جوايا بقى احمد حققتها ان شاء الله يا رب. احنا عايزين نعرف سؤال ايمان انا بسندها اهو انت بلاش حتى انت عايز ايه انت عينك على ايه اكيد انت عندك جول عندك هدف حتى لو هدف يعني لمدى مش بعيد قريب قوي المدى يعني ايه بقى اول هدف مش لازم اخر هدف نفسي
أعمل مسلسل بطولتي هو ليه علاقة بالتاريخ يعني. الله حلو. نفسي أعمل محمد الفاتح. الله. في شخصية معينة هي اللي ألهمتك بالفكرة؟ محمد الفاتح نفسه. محمد الفاتح. أنا بتفرج على كرتون وأنا صغير. فنان أحمد السقا. أنت أول بجد ده كده خلاص بقى. أنت ذكرت الكلام ليك أو صرحت بتصريح ليك إن أنت وأنت 7 سنين أول فيلم اتعلقت بيه في السينما سلم والتعبان. الله. كنت مهتم بالسينما. انا ما كنتش فاهم ايه اللي انا كنت داخل كده مع بس انت بتحب الحاجات الريفايند كده. انا عامل كده اللي هو انا بص السينما طارق العريان بقى طبعا. ايوه ايوه الله. شايف هاني سلامه وشايف حلاشيحه كنت قاعد بقى نحييهم هاني سلامه حلمي فعامل كده فالتيمبو بتاع لكن مش في دماغك انت هتبقى ممثل. ما كانش في دماغي حاجه بس يعني. طب انا اسالك سؤال, بتعتقد ان في جزء كده هنقول مش حظ نقول قدر انه انت مثلا يعني عملت مع كبار الممثلين يعني زي لسه بنقول ريهام وصابرين وخالد الصاوي مع احتفاظ بالالقاب طبعا حبايبي كلهم والاختيار وبيتر ميمي وعملت 5 مشاهد دي بقى دي برضو ده فيها جزء برضو اكيد شافوا لك اعمال حلوه بس مين رشحك لبيتر ميمي وعمل مهم زي كان ده؟ احمد العوضي يا طب نحييه والله كمان احمد يعني انا فاكر يعني. كانت مكالمه الصبح جدا وانا واحمد كنت عملت حاجه مع احمد ولا شافك خالص هو احنا صحاب عارفين بعض ازيك وعارف ان انا بسعى واحمد كان ساعتها ما شاء الله بيكبر وبيتصدر هو الله اكبر دلوقتي كان بيقول لك انت بتفكرني بنفسي ما يعني ما قالش بس يعني احنا علاقتنا كويسه قوي هو بني ادم كويس جدا قوي ومحترم وسوي وفي حاله كده طبعا انه يرشحك كمان في عمل مهم انا ما طلبتش حتى والله يا استاذ لقيته بيكلمني انا كذا كذا كنت لسه ببتدي قال لي بقول لك ايه تعالى نروح نعمل مش عارفه ايه كذا ولو مشهد مع بيتر ميمي هتروح طبعا بس عارف انت فيك انت فيك شبه منه فعلا شويه ممكن تلاقي الصوت نعمل اخوات ممكن لا وهو في ميزه انت قلتها فعلا ان هو غير ان هو سوي كمان هو لو بروفايل مش عامل دوشه حواليه يعني بيشتغل كده مركز وانت انت عامل كده انا يعني بحاول اعمل انت ايه الدور يا احمد اللي استفزك وانت قاعد بتتفرج على العمل ده سواء بقى كان سينما او دراما وقلت الله الدور ده حلو قوي انا كان نفسي اعمل الدور ده تلات ادوار ايه بس موجودات خلينا نقول ان في اساتذه عظماء طبعا مش هنتكلم على ادوارهم ولا هنعمل لهم اذا تحب تتكلم عن الزمن الجميل مثلا الزمن الجميل ابيض واسود او دلوقتي برضو في اعمال كتير مهمه يعني اعمال طبعا بس هقول ايه يعني. ولا ايه ولا ايه يعني تمام خلينا ما ينفعش اقارن زمن بزمن خالص احنا بعيد ايه هم الثلاث اعمال دلوقتي مثلا بالنسبه لي ممكن يكون كيرة والجن دور بتاع كريم الجن بتاع احمد عز يعني مولانا عمرو سعد الله من ظهر الراجل اسر ياسين الله انت انا بحب الثلاث ادوار دول هما ثلاث اجوان بصراحه يعني وثلاثه يجيبوا جول فانا بقعد اتفرج عشان عارف انت بتحب التمثيل انا انت عايز تمثل شايف الكاركتر بيبقى لذيذ انا بستمتع بالشغلانه دي لا يعني انت ما رحتش قلت مثلا على حاجه اللي هي مثلا حاجه مثلا فرقعه قوي عملت ترند شويه وراحت لحالها انت اخترت افلام تقيله لناس جامده وفيها تمثيل كبير يعني ومذاكره جدا لان الكاركتر ما دام وصل لي كمشاهد انا مش بتفرج عليه كممثل خالص انا بتفرج عليه كمشاهد مصري بسيط خالص وصل لي ده عايز ايه اللوج لاين بتاعه ايه فالله ايه ده الدور ده حلو ده انا كان نفسي اعمل في ممثل ما بيتفرجش على فيلم كممثل انا والله انا عمري ما حكمت حد تقعدش تقول ايه عمري. مثلا الميزانسان هنا كذا انا لو انا كنت الكاميرا كانت كده وهو بص كده في غلطه هنا ده مش كده ولا حتى ولا بحكم على ممثل ابدا ممثل شاطر ممثل مش شاطر استمتع بالعمل مفيش دعوه بمين بيعمل ايه انا طب وانت صغير كان مين اللي حببك في مين اول حد حببك ان انت تبقى ممثل حبيت مين يعني مين اللي فكني في الحياه خلاني بعرف اتعامل رول مثلا موديل. ممكن يكون لا رول موديل فحد كده بقيت بصيت له او اتفرجت عليه وقلت ايه ده انا عايزه ابقى كده استاذ احمد زكي طبعا احلى رد والله مفيش هزار يعني احب فيلم ليك لاحمد زكي الهروب طبعا يا نهار ابيض هو وهلا كل انت هو كل حاجه كل حاجه منافسه في الاداء بتعرف تقلد يا احمد لا خالص للاسف بتعرف ايه قلت تقلد
بس بيعرف يغني صوت ده ولا بغني لا بهزر مع الناس يعني بهزر كده ليك فيديوهات بهزار دوشه كده تحس ان في مشكله هتحصل فهم مديهم اي حاجه بس هقول لك حاجه في اكيد برضو منى تصححني في مدرسه كده ومدرسه كده يعني استاذ احمد زكي الله يرحمه كان يعرف يقلد ايوه طبعا مثلا استاذ معظمهم الزعيم مثلا عادل امام مش مع المدرسه دي بصي انا بشوف دايما ان كل الناس اللي عندها ملكه اصل دي ملكه وموهبه من ربنا ملكه التقليد هتعرف تمثل لكن مش كل ممثل يعرف يقلد زي مش كل اللي بيرسم بيعمل بورتري يعني بيبقى موهبه ثانيه خالص هو ده طب انت اخبارك ايه مع المسرح لو جالك شغل مسرح طبعا هشتغل ويا ريت يبقى ميوزيكال كمان الله يعني شفتي عايز انا مبسوطه قوي النهارده على فكره في حاجات موشنز وحاجات وتفاصيل يعني نفسي اعمل مثلا نفسي اعمل روميو وجولييت مصري الله نسيت اعمل مصري واعمله جدا بقى ان في طب هقول لك حاجه بقى بما انك كده والله ممكن تدور عليها في مسرحيه على برودواي بتتعرض دلوقتي في نيويورك اسمها ان جولييت ان جولييت المسرحيه بتقول لك ان ايه لو جولييت دي كانت ما ماتتش الموته دي وعايشه كان زمانها طلبت الطلاق وعامله خلع في المحكمه لا ده عمله بعد ده والمسرحيه لو يعني دور عليها المسرحيه محققه نجاح مرعب بما انك قلت روميو وجولييت وميوزيكال وفيها كل اللي انا نفسي والله ده. اعملها جدا يعني انا نفسي اعمل ده عشان يبقى فيه رومانس واستعراض وغنى وانت تاخد ورش فيها اداء حركي او توافق حركي عشان تبقى أي جاهز للمسرح لازم يبقى كل ادواته لا في ناس بتعتمد على ورش التمثيل فقط لا 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 بشتغل الاداء الحركي وكمان والنفس والكلام ده طبعا بس مع الوقت لما يجي يبقى في بروجكت زي ده طبعا هتبتدي بقى تشتغل بقى كلاسز ليها علاقه بالرقصات وليها علاقه بالموشنز بتاعتك والسلو موشنز رايحه فين والدانس رايح ازاي فاعتقد ان يا رب دي لك اول ناس يا رب طب يا انت علاقتك ايه بالتاء المربوطه يعني من اول علاقتك بوالدتك في عندك الدكتوره والبشمهندسه في البيت كمان وانا عارفه ان بينك وبينهم هم بس مش اخواتك البنات هم اصحابك وهم حاجات كتير قوي يعني ترتيبك انت ايه الاول بنت الكبير فعنده كمان مسؤوليه ناحيتهم البنات الحمد لله اختياراتك لشريكه حياتك بعد كده ما هو الفن بس خلي بالك الفن بيسرق طبعا فممكن تلاقي نفسك عدت سنين كتير وانا نسيت اتجوز انا نسيت احب او مش فاضي فعلاقتك ايه بالته المربوطه في حياتك يا والدتي كلمتك مع الراجل شكلها بتقول لك ده في جواز في مؤامره ايوه ايوه التاه المربوطه هي امي يعني كل حاجه يعني ما اعتقدش ان انا ممكن كنت اوصل لاي حاجه في اللي انا فيه ده من غير ما هي بتسبورت فيه يعني الوحيدة اللي كانت بتسمع وانا متضايق الوحيدة اللي كانت بتآمن باللي انا عايزه والوحيدة اللي ما زالت مقتنعة بالمشروع اللي انا فيه وبتوجه وبتنتقد طبعا. جدا وباخد رأيها جدا في كل حاجة بنمسي عليها طبعا لنا نجم جميل ربنا يخليها هي فيها هي فيها, فيها المشورة والحنية والطيبة والسند وانك تغلطك يعني والدتي مش من الناس اللي بتقول لي لا انت صح مش ابني بقى على طول ما بيغلطش لا ابني بيغلط انت بتغلط وغلط انك تعمل كده اخواتي صحابي يعني طب الناس بتتقل تأنيس بقى انت كنت بتقول لما قلت لك الناس ابتدوا احسن معجبات يهرب قلت لي ما كانش فيه معجبات دلوقتي كام دلوقتي الحمد لله كتير الحمد لله يا استاذ منى الحمد لله كتير الله يعني الحمد لله ربنا يوفقك ونورتنا احمد والي نورتنا وشرفتنا ونشوفك في رمضان في كام عمل كده ان شاء الله يعني ان شاء الله الله اكبر على حسب السلكتيف اللي قلنا لا 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 مش الدرجات دي ان شاء الله يعني يكون في حاجه كويسه يا رب كل اللي يحبه ويرضى ليك ان شاء الله نورتنا احنا كمان وبعد الفاصل ونكمل فقراتنا ونجمنا طبعا محمود فارس اللي هينورنا النهارده بعد الفاصل.